تقوم الليزر الأحمر واطفي الشوربة اللي على النار. حلم. شكله كده يوم جميل. فريدون، في وردة نبتت على راسك، مبروك. اي خبر بتقول ايه؟ ماله ده؟ مش سمعني خالص ولا شكله كده بيتنطط علينا؟ كل ده عشان وردة؟ وردة؟ ماشي يا ابو وردة. اي يا راسي. بدوم بوم 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 تشكو بوم بوم، يوم جميل قوي. بوم 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 بوم، ازيكم؟ انا بقى جبت كارت مواصلاتي، مش معقول شكلي نسيته ولا ايه؟ ايه النحس ده؟ تمهل ارجوك. لقيته، كنت هضيع. واخيرا الاتوبيس وصل. بهدوء يا جماعة، واحد واحد، الكل سيركب. ركبت الاول، ركبت الاول، الباقيين هيتأخروا ولا لا؟ يلا يا اسطى، الاتوبيس اتملى، يلا اطلع اطلع بينا. وريني بتقرا ايه؟ بتقرا مغامره؟ حلو، فيها اكشن دي. عمهلك يا ابني. وريني وريني اسمه ايه؟ عمهلك عمهلك. استنى شوي، عايز اشوف العنوان. ماذا؟ قطة على الطريق، سأتوقف، تمسكوا جيدا. يا لهوي، ده انا طلعت بطير. يا ابني دير بالك، منك حاسس عحالك؟ وانا بقى عملت ايه يعني؟ ما شفت واحد ما عنده احساس قدك، ما بيهتم باي حدا ماشي جنبه، واناني ما بيفكر الا بحاله وبمصلحته. بتمنى بتمنى انك تعيش بيوم نفس اللي منعيشه كل يوم من عمرنا. هيدي امنيتي الوحيدة، هيدي امنيتي الوحيدة، هيدي امنيتي الوحيدة. وداني باظت خالص، ده الصوت ده صدع لي دماغي. تستطيع النزول حالاً. بس ده آخر أتوبيس هنا، كده مش هعرف أروح عند درغام، يبقى ملوش نصيب يشوفني. بتمنى بتمنى انك تعيش بيوم نفس اللي منعيشه كل يوم من عمرنا. هيدي امنيتي الوحيدة. اخرجي من حلمي يا ست انتي. انا نمت كويس قوي الليلة دي، اما اقوم افطر بقى. ايه ده؟ السرير بقى عالي قوي كده ليه؟ المهم اروح اشم شوية هوا. النهاردة شكله يوم حلو قوي. اوه فريدون، عامل ايه؟ بكلمك فريدون، مش سامعني ولا ايه؟ النهاردة كل حاجة عالية قوي ليه؟ المهم فريدون، عامل ايه يا صاحبي؟ قولي ايه الاخبار؟ ده ايه ده؟ حشرة؟ دي وقعتلي من السما. بتقول ايه يا فريدون؟ انت كويس؟ تعالي هنا اكلك. اوبا، في ايه يا عم؟ انت اول ما تكبر يا فريدون هتاكلني ولا ايه؟ يا مامي. هربت منهم، خلصت منه. بس ليه كل حاجة بقت كبيرة كده مرة واحدة؟ مش فاهم حاجة. يلا 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 يلا. توجد حشرة هنا. جابر يا اسطى، في ايه؟ الحقوني الحقوني. شوف الباص اللي هناك هذا. ايش اللي بيصير في الباص هذا؟ ليس درغام. وسعوا لي، انا جاي. انا جيت. حشرة. بابا شغل مساحة القزاز، شغلها بسرعة. استنوا استنوا،
رغام. بابا رش مويه رش مويه. بلاش رش مويه بلاش بلاش مويه بلاش مويه استنى درغام درغام. في شيء يا بابا؟ هذه الحشرة قالت اسمي. من متى الحشرات بتتكلم يا بابا؟ يا ناس أنا فلافيلو، فلافيلو الفيل. فلافيلو؟ أنت مو فيل كده، بس أنت شكله كده، بس على حشرة. لا يا راجل، تصدق ما خدتش بالي؟ إيه؟ كيف صرت حشرة يا عم فلافيلو؟ مش عارف، صحيت الصبح لقيتني حشرة. لا لازم يا حشرة ما تجيبوهاش مني. شكلها مضرة أوي. سمعتوا بودنكوا يا أولاد، طلع لنا شغل أهو. يا طمان روح أنت بسرعة هات لنا مبيد حشري من المحل اللي هناك ده. في إيه يا حبايبي المواطنين؟ سمعنا إنكم عندكم مشكلة مع حشرة، اوعوا تقلقوا خالص، إحنا موجودين علشانكم. حقاً؟ أنتم أخويا جداً، اقبضوا على الحشرة الغريبة وسنعطيكم ما تطلبونه من مال. صيادين الحشرات على أتم الاستعداد. يا ده انا كنت جعان قوي. جربت تخلص بسكوتة؟ اروح اجيب لك نص زيتونة تهضم بيها. اه اما لو كنت فيل كنت كلت الترابيزة. دلوقتي فتفيت البسكوت بتشبعني. طيب يا عم فلافيلو، ليش دونن عن بقية الحيوانات اتحولت لحشرة؟ هيكون ايش يعني؟ يمكن ساحر شرير حوله لحشرة؟ ثانية امبارح في الاوتوبيس في ست كبيره اتعصبت عليا قوي، وبعدين اتمنت امنيه من قلبها. وايش قالت؟ اتمنى انك تعيش في يوم من الايام نفس اللي بنعيشه كل يوم. ايوه قالت كده. تمام كده، اكيد امنيه الحرمه هذه اتحققت طبعا. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا ما ينفعش افضل حشره، حاجه ممله قوي. ده انا حتى مش عارف العب. بصوا مش عارف ادوس على الزرار ازاي. رايي نلاقي الحرمه الكبيره وانت تعتذر لها، يمكن كده تسامحك وبعدين ترجع لحالتك الاصليه. ايوه يلا ندور عليها. ايش ده الصوت؟ مكانكو احنا صيادين الحشرات، وجت لنا اخبار بتقول ان الحشره موجوده في البيت ده. بسرعه سلمونا الحشره حالا. درغام اوعوا تسلموني ليهم. اخيرا لقينا الحشره الخطيره المخيفه، جيت الاضاكي. مش فاهم ليه كله بيبالغ فيا قوي كده. بابا ما يصير نسمح لهم يمسكوا الحشره فلافيلو، يلا ندور على الحرمه. عندك حق يا ابني فلافيلو، امسكني كويس. يلا اهربوا يلا ورايا، يلا بينا بسرعه، يلا اطلع من هنا بسرعه. يلا أكيد حتلاقيها في السوق طبعاً، كل شيء في السوق حتى الحريم. طيب يلا ورايا بسرعة على سوق الخضار. أعطيني 2 كيلو من هاودي، بس ما تحط لي الخربانين. ها يا تيتا شوفي يا أولاد. هو أنت تعرفي الحشرة هادي؟ تيتا فاكراني ولا إيه؟ وقعت عليك امبارح في الأوتوبيس. شو هيدا حشرة وكمان بتحكي وبدك شي تاني مني؟ تيتا افتكر انا في عرضك، انا اصلا كنت فيل ووقعت عليكي في الاوتوبيس، وبعدين صحيت لقيت نفسي حشره، كل ده بسبب امنيه صغيره تمنيتيها، وانا بتاسف لك على اللي عملته يا تيتا. اهم هناك اهم. انت الفيل يلي بيضايق كل يلي حواليه وبيتصرف من غير احساس وما بينتبه للي اصغر منه وبيعمل حاله مش شايفهن. اوه انا ما فضلتش حاجه ما عملتهاش فعلا. مو باقي طبعا، انا هلا تذكرتك، تمنيتك تحس مثل ما منحس يمكن تصلح من حالك، وهي امنيتي اتحققت. قربوا يجوا يا بابا. يا ستي ما افتكرتش اني بضايق اللي حواليا قوي كده، صدقيني سامحيني بقى ارجوكي، وانا بعد كده هبقى مواطن حساس اكتر من كده اوعدك. ما زالك انت زعلان هيك؟ خلاص حاتمنى لك امنيه، بتمنى انك تحس اسوأ من هيك 10 مرات. قلت ايه؟ يعني حتنبسطي كده يا تيتا؟ فلافيلو انت فين رحت؟ اتمنيت انه يتحول لكائن حي ما بينشاف بالعين. شوفوا ايه اللي حصل لي ده؟ عملتي فيا ايه يا تيتا؟ بصوا يا جماعه بقى صغير ازاي، صعب عليا قوي. يا خلاص عليك. صغير شوفوا
لا ما تضحكوش أرجوكم. لا لا إيه اللي حصل؟ أنا مش حشرة، أنا فيل، رجعت فيل تاني. ده كان كابوس. أولي أنا فيل، فيل. أنا لازم أعمل حاجة. أستاذ فريدون، فريدون بيه، أنت كويس؟ أنا آسف إني وقعت عليك الزرع امبارح. أهلا يا حبايبي، بشويش كده، هستنى دوري ومش هوقع حد وأنا بركب الأتوبيس. بالراحة بالراحة، اركبوا بالراحة خالص، تمام؟ برافو عليكو. أما أقف هنا بقى، وأنت عامل إيه يا ريس؟ شايف أنا بقيت هادي وواخد بالي إزاي؟ بس يا ريت ما تضربنيش تاني بالمجلة عشان ما نتخاصمش، ها؟ واضح أنه عاقل جدا. تيتا، عاملة إيه يا تيتا؟ شو عم تعمل يا ابني؟ أنت منيح؟ كويس 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 قوي، تعالي بقى اقعدي عندي هنا، ما توقفيش خالص، ما تعرفيش اللي ممكن يحصل، سواء يفرمل حد يقع عليكي، مش كده؟ تيتا السلحفة الجميلة اللي مش هتحولني الحشرة ولا أي حاجة تانية في الحياة، وإلا هزعل مني. هذا أحدث اختراع من العلماء، صاحب الأطفال الجديد بيبي موتشي. بيبوب بيبوب. إنسان آلي أليف يا أطفال، يمكنك الخروج معه وإطعامه والتكلم معه أيضا في أي موضوع. وبيأكل حواوشي؟ طبعا، وممكن كمان جنبه سلطة الطحينة لذيذة. إذا نسيتم إطعامه سيغضب منكم، وإذا تركتموه سيبكي. صديق أليف وكأنه حقيقي فعلا، ستصدقوني عندما تروه بأنفسكم. بيبوب بيبوب. عرض خاص 10,000 ليرة فقط، إنسان آلي رائع في البيت لديكم مثل هذا يا أطفال. نبغى. وأنتم يا أباء، ألا تريدون شراء هدية لأولادكم جميلة مثل هذه؟ ما نبغى. لماذا؟ مرة غالي، يمكنكم تقسيطه. ماما، بابا ما يبغى يجيب للإنسان الآلي الجديد. يا ابني كيف رح تهتم بإنسان آلي أليف؟ أنت ما سمعت، أنت هتأكله وتشربه وتفسحه؟ يعني أكن معاك شخص حقيقي فعلاً. ما أعتقد أنك تقدر تتحمل هذه المسؤولية. أنا أعتقد. هيا يا بني، ابكي أكثر. طيب استنى بحاول معاهم. يا حليلة، التلفزيون حقنا صار يتكلم. مرحبا أم الريش، خير؟ كيفك يا العنود؟ بدي منك طلب صغير كتير. أنا وأبو الريش رايحين مشوار قريب من هون، بدي ديروا بالكن على التوائم الثلاثة لوقت ما نرجع. خسارة، أنا كمان مو موجودة إلينا الليل، حودي رزانة المتحف. أنا وعدتها، معليش أنا آسفة. دقيقة يا ماما، أنا حثبت لك أني شخص مسؤول، أنا رح أهتم بالتوائم الثلاثة. ما بعرف شو بدي إلك. تفضل يا ابني، التوائم ليكن، هاي ليستة بكل اللي لازم ينعمل، وهي يا سيدي بقى كمان ليستة بكل اللي ممنوع ينعمل. يلا مدام، رح نتأخر على مشوارنا، يلا بسرعة. لا تطلعي لي كده يا ماما، أنا رح أثبت لك أني مسؤول، وأنتوا حتجيبوا لي بيبي موتشي لما تتأكدوا من ده. طبعا رح نجيبه، طبعا طبعا. أيوة، أخيراً صرنا لحالنا، أعتقد راح تحبوني زي ما أحبكم. عامل إيه يا ولد؟ افتح لي الفيديو جيم يلا. ما راح أعرف الحين، مشغول شوية. دي شكلها كمثرة، بحبها، هات. استنى، إيش كمثرة ما كمثرة؟ هدول ولاد الجيران، هدول كتاكيت. كتاكيت؟ زي العسل قوي، كتاكيتو كتاكيتو. فين راحت لستة الأشياء اللي لازم أسويها؟ اهي لقيتها لك يا ليث. تمام يا عمو فلافيلو، ممكن تقرالي منها ايش لازم اسوي؟ مكتوب اكلهم ايس كريم باللبان. قصدهم ناكلهم ايس كريم باللبان. هشوف في المطبخ. ايس كريم؟ متاكد؟ وباللبان مخصوص؟ يلا مو مهم، ناكلهم ما في مشكله. يا حظكم، لقيت عندكم في التلاجة ايس كريم باللبان. طيب كويس، يلا معايا ناكل الكتاكيت. ها يلا كلوا يمي. يا عم فلافيل وخر من هنا. هات كده اقول لك الايس كريم بيتاكل ازاي. ايش في؟ ليش بيسووا كده؟ ليث، انا خايف قوي. يا لا تاكلهم ايس كريم يا عم فلفيلو، انت قريت غلط. لما سالتني توترت ومعرفتش ارد وقلفت عليك. اسف يا ليث يا ابني. هاي يا
ابني، الكتاكيت ايش عاملين؟ اظن مو تعبينك صح؟ اوه الكتاكيت الحلوين دول هربوا من الحيطه. لا كويسين كويسين، نايمين فوق يا ماما. طالما كله تمام حقوم انا اودي رزان المتحف. يا عم فلفيلو ممكن حضرتك تسكت شويه؟ انت ايش بتسوي؟ هتلعس يدي هي كمان؟ عليها شويه ايس كريم باللبن، ما قدرتش اقاوم. فين الايس كريم باللبن؟ انا بدور عليه، مين اكله كله بسرعه؟ هما دول اللي كلوه يا درغام. مين دول؟ هادي العمر اللي سواها الكتاكيت يا بابا. الكتاكيت كبرت بسرعه قوي ولا حتعرفهم. لا 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 تاخذني، هدول ما هم كتاكيت، هدول صاروا فيلة. غلطنا واكلنا الكتاكيت ايس كريم باللبن من دون قصد، طلع عندهم حساسية وفجأة كبر وصاروا قد الجمل. ما انا عندي حساسية من القطط، عمري ما بقيت جمل. انت اصلا اكبر من الجمل يا فلفيلو، ايش راح تكبر عن كده؟ بابا ساعدني الاقي الكتاكيت دول باي طريقة، والا ماما حتفكرني مو قد المسؤولية. لا تقلق يا ابني، اعرف مين راح يساعدنا ويحل الموضوع. ها؟ مين مين؟ المحققان العظيمان. ما قلت لي كيف حنلاقي الكتاكيت يا بابا؟ رح نمشي ورا خيطهم. ايوه الخيط، بصوا مثلا في خيط على الارض اهو، يلا نمشي وراه ونشوف اخره. فلافيلو يا اخويا عندك حق، هذا خيط الغسيل حق العنود، الكتاكيت وهم بيهربوا اخذوه معاهم وطاح منهم على الارض، لو لقينا اخره يبقى لقينا الدليل. امشوا ورايا. اها الخيط آخره هنا، يبقى الكتاكيت اتزنقوا ودخلوا هنا. الكتاكيت ايش حيسووا في الحمام يا عمو فلافيلو؟ يستحموا. ايوه لا تنسوا الكتاكيت بتحب الاماكن الدافية، والحمام طبعا دافي، يبقوا اكيد في المكان ده. كيف رح نمسك كتكوت كبير زي هذا؟ ولو حتى مسكناه فين حنحطه يا بابا؟ خلوا هذا كله علي، انتوا بس حاولوا تطلعوا الكتكوت عندي برا. يلا يا عمو فلافيلو. اللي احنا لابسينه هذا يا عم فلافيلو؟ عادي جدا، ما ينفعش ندخل الحمام من غير اللبس الرسمي. بس احنا مو جايين هنا نتروش. ما تقولش كده، نرش شويه ميه علينا، النظافه حلوه. ركز معي كيف نلفت نظر الكتكوت ونطلعه برا. سؤال، يا ترى الكتكوت ايش بيحب ياكل؟ كنافه. لا بياكل الدود طبعا. ونلاقي فين دود دلوقتي؟ هو اللي بقال فين؟ ايه انا هنا، اللي خلاني اسمع كلامك. اهلا يا كتكوت يا كبير، عامل ايه؟ وحشتني بقالنا يجي ساعه ما تقابلناش. اكل. تاكل؟ تاكل مين يا ويلي؟ اهرب يا عم فلافيلو اهرب. يا لهوي ما تاكلنيش. ايش بيسووا جوا كل ده؟ يا حلاوتكم، ده كله كتكوت؟ يلا يا عم فلافيلو ادخل القفص، ادخل القفص. اولي مسكنا الكتكوت. يلا نمشي. اوه متعب قوي موضوع الدودة ده. الو ايوه العنود، ايش ايش تقولي؟ تمام تمام يلا باي. ايش يا بابا؟ مستر بريش ومدام بريش حيرجعوا بدري، حيمروا علينا عشان ياخدوا أولادهم. يبقى كده كلنا نقول باي باي للبيبي موتشي بتاع ليث. انساه يا ليث، انساه يا ابني باي. ما في شيء اسمه باي، ما رح استسلم هذه المرة، لازم أثبت لكم إني صاحب مسؤولية. ماشي يا حبيبي، بس كيف حنلاقي الاثنين التانيين؟ مو قلتوا إنكم المحققان العظيمان؟ إيش اللي صار لكم؟ درغام الولد عنده حق، عيب في حقنا برضو نسيبه في الحالة دي. عندك حق طبعاً، ما يليق بينا. إيه اللي يليق بينا؟ حل الألغاز. حنحلها؟ رح نحلها طبعاً. إحنا مين؟ المحققان العظيمان. إيوة يا فلافيلو إيش بتسوي؟ مش عارف يا درغام، بس اتحمست قوي مرة واحدة. وياهي سريع وأكيل. هذا بيبكي. عمي فلافيلو، عمي فلافيلو وقف السيارة، وقف بسرعة، الكتكوت بكى بسبب سواقتك السريعة. أنا آسف ما كانش قصدي خالص. الكتكوت بيبكي. يلا معايا ننزل نشوفه. وأنا لو عيطت محدش بيعبرني. يا حرام شكله خايف مرة، في الأول وفي الآخر هذا طفل يا جماعة. إيوة بس هو طفل كبير شوية. إيش ده الصوت؟
شكله جاي من بعيد مرة. طالعوا هناك؟ أكلوه كله كله. قالوا إيش؟ الآيس كريم. أهربوا أهربوا. بابا أنا ما أبغى أتخيل لو مثلاً أكلوا كل الآيس كريم اللي في السيارة، كيف حيكون حجمهم الحين؟ إيش هذا؟ أعتقد كده إن الباقيين حييجوا على صوت صياحه. فلفيلو يلا يا ليف بسرعة اركب السيارة، لازم نمشي من هنا حالاً. ماما؟ نعم؟ إيش؟ فهمت. يلا باي باي، أم الريش وأبو الريش عندنا، إيش حنسوي؟ بابا لازم نوديهم لأمهم، ما في حل تاني قدامنا الحين. كيف طيب؟ بالحالة هذه كيف؟ مسؤوليتي إني أوديهم لأمهم وهم بخير وسلام، مو مهم هم صاروا قد الديناصورات ولا الوحوش حتى، لازم أوفي بوعدي. برافو يا ابني، برافو عليك. يلا يا فلفيلو على البيت. انزل بسرعة انزل. قول له يهرب. زوجت عزيزتي انقذينا. أنا آسف يا مدام أم الريش، ما كنت أتمنى دا يصير، هذا أصلا مو ذنبي الحالي، كانت فكرة عمو فلافيلو. إيش اللي بيصير؟ ما قلت لك إنه جيراننا مو طبيعيين وما صدقتيني؟ الكتاكيت جايين. اللي خايف على نفسه يهرب. كيف يعني؟ هدول رجعوا طبيعيين. حبايبي الصغار الحلوين، اشتقت لكم أنا كتير كتير. ايه فعلا كتير كتير اشتقنا لكم يا أولاد. يلا على بيتنا، يلا حاجتنا اليوم. تقريبا أثر الآيس كريم راح. كانوا لسه كبار، كيف هذا حصل؟ أنا ماني فاهم شيء. منيح إنكم ما طعمتون آيس كريم بالعلكة، بيعمل لهم حساسية قوية كتير، بينتفخوا وبيصيروا عمالقة. المهم أنا بشكرك كتير يا ليث، أنا مبسوطة إني أعطيتك المسؤولية طلعت قدها. طبعاً مو كده، كويس جداً. برافو عليك حبيب ماما، أنت انتبهت على الكتاكيت كويس فعلاً، وبكده استحقيت اللعبة يا حبيب أمك. أولي يا سلام. يا ليث، إيش الحفر اللي في جدار غرفتك على شكل كتاكيت كبيرة هادي؟ ليث. ماما ها